يا
عاشورة. اسمع صوت يا فوق. شعل لها شعل لها. أول مرة حمود شاف فيها رؤى. طبعا راح تضحك اليوم على الهواء. كان مقلب. شنو قال لها؟ أحبك. والله أحبك. أحبك ويشهد الله علي لما أشوفك أبتسم صدقني ما يلا حبك احمود لي
يا الله رضي يا قوي. هذا حمود طارق الفرحة يقول. فقام بروحه يغني شو يقول؟ ما في غير راسك يا روحي. حب ربي هو شعار وهذا طبعي وانا اخترته من الصغر تعلمته ما اغيره مهما صار واللي ما يعجبه طبعي يقع راسه بالجدار. نسمع؟ لا 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 بيتي طبعا يقول كلامي والكل يسمعه كل واحد حر في طبعه هذا طبعي باختصار. كلامي والكل يسمعه كل واحد حر في طبعه وهذا طبعي باختصار. واللي ما يعجبه طبعي يضرب راسه بالمدار. واللي ما يعجبه طبعي يضرب راسه ولا على الغالي عتاب اصبح ناحيه